اتصدر الكلب بوكا الترند عالميا خلال الأيام اللي فاتت، وده بعد ما ظهر في الفيديو اللي صوره سائح أثناء رحلة طيران شراعي فوق الأهرامات، وكان وقتها الكلب بوكا قاعد فوق قمة الهرم. الموضوع ما وقفش لحد هنا، خصوصا وإنه الفيديو حقق أكتر من 1,000,000 مشاهدة لحد دلوقتي. لأ، ده كمان عدد كبير من الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية تناولت الخبر بعد ما اشتهر الكلب جدا، وبقى معظم السياح الأجانب بيحرصوا على التقاط صور معاه في منطقة الأهرامات. We'll be right back.